الوحيد اللي دعم مع العلماء بالشكل ده كله دعم ازدعم فجاله المحاس الحقيقة طبعا الشكر واجب للمستشار محمد رام خاصة الحكومة على المجهود اللي بيبذله والمتابعة اليومية لاستكمال المشروع وإعداده للتشغيل إن شاء الله في أقرب فرصة. الدعم ده ما توقفش عند حد لأنه بيرعى الحملة الإعلانية والإعلامية للمركز بل إن هو بيحث رجال الأعمال على أنهم يتبرعوا للمركز وده كان واضح قوي في خلال الشهرين اللي فاتوا كان مجموعة من رجال الأعمال تبرعوا بمبالغ كويسة لصالح مركز الأعمال. إحنا طبعاً نعتبر إن قضية الصحة هي قضية أمن قومي وإن الصحة مطلب شعبي مطلب إنساني مطلب سياسي. فلابد لأي مجتمع عايز يتقدم لابد أن يهتم بصحة مركز أورام الفيوم أحد النقط أو النقاط المضيء في الفيوم لمكافحة ومنع وعلاج أورام الخمسين. إحنا طبعاً عايزين نخفف على المواطن اللي هو أصيب بهذا المرض فإن إحنا نقدم خدمة العلاج إن شاء الله ميسر في مركز أورام الفيوم اللي هيبدأ بخدمة العيادات الخارجية بعدين وحدة الكشف المبكر عن الأورام ووحدة العلاج الإشعاعي. المركز إن شاء الله هيشتغل فيه مجموعة متميزة من أساتذة علم الأورام في العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي والعلاج الجراحي والكشف المبكر. إحنا الحقيقة بندعو كل شعب الفيوم إنه يدعم هذا العمل. احنا بنقول ان ده مشروع الامل لمرضى السرطان. المواطنين كلهم لابد انهم يلتفوا علشان الناس التعبانه والمريضه تتعالج وتلاقي فرصه انسانيه تعامل بيها وتتعالج بيها ان شاء الله ربنا يكتب لهم الشفاء. في بقى حاجه تقول المهاجر من رجال اعمال الفيوم رساله توجهها لهم في المدعوم مع الاخر. احنا طبعا اي مواطن من ابناء الفيوم عليه رسالة وعليه دين لازم يقدمه لأرض الوطن الصغير اللي هي الفيوم. رجال الأعمال أنتم مدعوين للمشاركة في هذا الصرح صدقة جارية وزكاة مال. شكرا يا دكتور. شكرا يا فندم.